أنا عايز ألخص مصر الآن في سطور. مصر التي نحلم بها هنخليها لآخر. مصر الآن هي أوكا وأورتيجا. مصر الآن هي السبكي. رموز مصر الآن هم لصوصها وفاسديها. الإعلام الجاهل هو الرمز. المطرب الذي ينشر الإسفاف والكلام يعني المخل بالآداب العامة هو الرمز. الراقصة هي سيدة المجتمع. السياسي صاحب دكان كبير يطلق عليه حزب طالما انه راجل رأسمالي معاه ملايين هو الرمز للسياسة في مصر. حتى المرشح بتاع مجلس النواب هو اللي ليه عزوة او اللي عنده اكبر كم من اليوفات. تم تجريف مصر واصبح رموزها احنا دلوقتي بقينا ما شاء الله اولى دول العالم في اخراج الجن والعفاريت من اجساد المصريين. عندنا اعلاميه متالقه زي الاستاذه ريهام سعيد والاستاذ خيري مرضان والاستاذ اللي جايب ولاد عاملين كبارف شعرهم يقدموا فن راقي يقدموا بلطجه ثم يدخل بلطجي كبير ينصب نفسه منتجا سينمائيا ليتبنى من يطلق عليه المواهب. دي مؤامره من الراسماليه على الدوله المصريه لاسقاطها. بدل ما كنا نقرا لعبد الوهاب مطاوع ومصطفى امين وعلي امين والرموز الان نقرا لمجد الجلاد وخالد صلاح ودول اللي عملوهم صحفيين. حتى في الدين أبو إسحاق الحويني الذي يدعو إلى القتل وسفك الدماء الوهابية دعمته. محمد حسان جامع المعونة. حتى أن الخطاب الديني للإسلام أصبح في العالم هو خطاب الدم والقتل. ولكن شعار الخطاب الديني الذي يخرج من مصر الخطاب التنويري هذه الأيام بالود جئناكم بالمحبة جئناكم بالسلام جئناكم وليس بالذبح والقتل والسيف جئناكم.